استاذ مدحت العدل بعت رساله صوتيه للاستاذ عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكوره، كلها الفاظ خارجه، كلها اساءات لمنظومه التحكيم، وكلها اتهام مباشر للنادي الاهلي وبطولاته. وانتشرت طبعا هذه الرساله الصوتيه عبر صفحات كتيره جدا، انتشار مخيف وعجيب يا باشمهندس. بص يا استاذ ابراهيم، وهو بيحاسب بس كان لازم نسمعه عشان نعرف نعلق. هاجل تعليقي لما نسمع. مش هنقدر نجيب الرساله نفسها، لكن هو استضيف في قناه دي ام سي وسئل عن هذه الرساله ايه سببها، برضه حريص على التقليل من شأن بطولات الاهلي. نسمعه. عمرو صديقي يعني وزملكاوي يعني بتوع الدرجه الثالثه يعني. وانا متعود اتكلم معاه يعني، ما بيحصل حاجه ما تعجبنيش اكلمه بان هو بقى مسؤول دلوقتي. فانا كنت بتفرج على الماتش بتاع الاهلي والزمالك ورا بعض كده، وحصلت اخطاء تحكيميه فادحه. الماتش الاخير اللي هي كسب فيه الاهلي الزمالك، لا مش البطوله الافريقيه، لا كان الزمالك بيلعب طلائع الجيش والاهلي بيلعب اتحاد سكندري. مظبوط. والفرقتين اللي هيكسبوا هيلعبوا الفاينل يوم الثلاثاء اللي فات. فحصلت يعني اخطاء فادحه. خلاص. النتيجة لهذه الأخطاء اللي لعبوا طرفين النهائي كان ممكن مش هما اللي يلعبوا، كان ممكن جدا يبقى الزمالك والاتحاد السكندري اللي بيلعبوا. طيب أنت حددت بأخطائك مين اللي هيلعب، تدخلت. فأنا بكلم عمرو الجنايني ببعت له فويس نوت، يا عمرو أنت بتتفرج على اللي بيحصل مش عارف إيه. فرجع قال لي أنا بناتي عندهم كورونا، قلت له على فكرة أنا بنتي كمان عندها كورونا، بس ده ملوش أي علاقة باللي أنا بقوله. يعني اذا كان الفار بيشتغل لنادي واحد وانت مش قادر على المنظومه استقيل، انت عملت ازاي الكلام ده؟ معرفش. لا انا ازاي بقى، انا معرفش. بس انا بكلم عمرو صديق. فالتحكيم في مصر منظومه غير عادله ودائما منحازه، حتى لما بيكون فيها محاكمين اجانب. لا محاكمين اجانب ده موضوع تاني. لكن المحكمين المصريين اللي بيتحكموا في الدوري ومتحكمين في كاس في انحياز واضح، ومليون يعني مليون مره ومليون قضيه ومليون حكايه وكيل بمكيالين وهكذا. فاحنا بنقول اهو من دلوقتي اهو الدوري اللي جاي هاتوا لنا رئيس لجنه حكام من انجلترا. ما انت معاك حكام اجانب يا استاذ عمرو، يعني في كل ماتشاتك مع النادي الاهلي. استاذ مدحت، يا استاذ مدحت، لا عمرو، يا استاذ مدحت انا عايز افصص كلامك، معلش يا استاذ ابراهيم. اتفضل. لان الفقره دي مهمه جدا. هو يتهم الفار ويتهم عمرو الجنايني مشجع الدرجه الثالثه الذي يصفه انه مشجع درجه ثالثه. يتراس اداره الكره في مصر الان طالب منه انه يتحيز له والا يشتمه. ما هو انت، احنا عشنا الفتره اللي فاتت الضغط على المسؤولين، ابتزاز المسؤولين عشان تفضل تضغط. هو مسموح له يقول له التحكيم ويشتم في التحكيم، ها، ويكرر اتهامه للتحكيم ويكرر اتهامه للنادي الاهلي. طبعا انت كنت حر في تقول اللي تقول، لكن اذا ذكرت الاهلي لازم يترد عليك. استاذ عمرو، وانت عامل بلاي باك كده وعايز تقول ماتشين الاتحاد مع الاهلي، هنجيب لك دلوقتي راي الخبراء، وماتشين الزمالك مع طلائع الجيش، ثم ما قدرش يقول حاجه في النهائي طبعا. لكن هو انت ليه ما رجعتش للبطولات اللي كسبتها؟ هو انت ليه ما رجعتش للكونفدراليه بلاطه الجنش الشهيره اللي اصلا كانت تطيح بمشوارك في الكونفدراليه، لكن احتفيت انك كسبتها؟ ما افتكرتش الفار خالص، ولا افتكرتش المخرج اللي ما عادش اللقطه. طيب الماتشين بتوع الكاس، بطولتين ترتب عليها بطولات السوبر بعد كده اللي لعبتهم مع سموح، ما اتكلمتش عنهم ليه؟ وما اتكلمتش على اخطاء التحكيم اللي ما حدش اتكلم مع النادي الاهلي، ما اتكلمتش ليه في السوبر اكتر من مره والحكم التشيكي طالع يقول لك كان له ضربه جزاء الاهلي وما كانش فيه فار؟ ما اتكلمتش ليه على ماتش الاخراني اللي انت كسبته وطلعت تحتفل، اللي كل كلامك المتناقض على السيطره بيه بعديه، والاهلي يستحوذ على كل ارقام المباراه ما عدا احراز الاهداف، وان له ضربه جزاء مؤكده لم تحتسب؟ ما اتكلمتش ليه؟ كنت بتنعم بهذه الاخطاء وبتسعد بيها، لكن انت عايز تكون انتقائي، انت عايز تكون الاهلي ما خدش حقه ابدا، وانت ما تاخدش
غير حقك واللي مش حقك. يا استاذ عمرو، يا استاذ مدحت، هذا الكلام لو اتحاسبنا الحزب خسرانه قوي. معاك، راجع نفسك. واتكلم الاستاذ مدحت العدل على واقعتين، انه لولا التحكيم كان ممكن طرفي النهائي ما يكونوش النهائي. قال لك الزمالك والاتحاد. انا سايبها لك تحللها بقى. ما يبقاش الاهلي والجيش. ما يبقاش الاهلي والجيش، لولا التحكيم. لولا التحكيم. والمصيبه الكبيره انه مدحت العدل يطلب العدل على مقاسه. على مقاسه. ايوه. العدل من وجهه نظره، مش العدل الطبيعي والعدل الحقاني والعدل العادل بين الناس، لا. العدل اللي يرضيه هو اللي ما فيهوش عدل، او بمعنى اصح العدل اللي يظلم الاهلي، اللي ما فيهوش عدل، العدل الظالم للاهلي، هو ده مفهوم العدل. والا طيب انت اتكلمت على التحكيم، ما استاذ جمال اخوه قال لك انا سعادتي بهزيمه الاهلي اكتر من سعادتي بفوز الزمالك. انتوا متخيلين هذا النموذج يا استاذ ابراهيم؟ يا جماعه افرحوا بالزمالك، مالكم امال الاهلي؟ هو الاستاذ مدحت وقال لي العدل، ما افتكرش انهم زملكاويه غير دلوقتي اللي بقالهم سنين. ليه تصدير مشهد التعصب والتحريض؟ هو استنساخ لظاهره اعلاميه بيتكلم زيه بالظبط وبينبش زيه بالظبط في كل ما هو يؤدي الى تأجيج المشاعر وتعميق الشعور بالمظلوميه. وهنتناقش بالوقائع. انت ذكرت ماتشين، لولا التحكيم ما كانش الاهلي كسب الاتحاد وما كانش الزمالك خسر من طلائع الجيش، مش ده كلامك؟ طيب خليني اخدك ونروح لخبير التحكيم الكابتن احمد الشناوي، مش في قناه الاهلي، في اون سبورت، وهو بيحلل وقائع مباراه الاهلي والاتحاد. الحكم احتسب ركله جزاء. هنا الفار الحكم ملوش دعوه، الحكم هنا بيشوف حاجه مهمه، حكم الفيديو بيشوف هل هي دي ركله جزاء صحيحه ولا لا. طبعا الحاله دي من هنا يهمه انه يشوفها ان اور اوت، جوه ولا بره. هو عمل تشيك على الحاله، لا في فعلا في خطا لكن من بره عشان كده. طيب الناس تقول لك طب الحكم ما راحش ليه شاف؟ دائما القرارات المكانيه ما يروحش فيها الحكم الا في القرارات الحساسه جدا والاوقات الصعبه جدا في المباراه، او تكون نتيجه مباراة متعلقة على اللعبة دي. فطبعا هنا في اللعبة دي بالشكل ده واضح ان سيسي بداية العرقلة بالشكل ده او بداية احتجازه خارج منطقة الجزاء، فبالتالي ركلة الجزاء طبعا مش ركلة لكن الخطأ موجود لكن من خارج منطقة الجزاء، وبالتالي هنا ال 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 الحكم اهو شايفين اهو اهو بدايته هنا، اللاعب هنا لاعب النادي الاهلي نزل بايده ومنع سيسي من جوه ولا من بره؟ من بره. خلاص تبقى الكرة من بره. سيسي رجله على الخط. لا هو ماليش دعوه برجل سيسي. انا راجل هو ماسكه. انا ليا جسمه اللي هو المخالف. فبالتالي هنا الخطا طبعا من كرة من واضحه جدا ان الكرة من بره، وبالتالي قرار الحكم الفار قرار صحيح، مفيش كلام، مفيش يعني مفيهاش يعني فصال زي ما بيقول. راي الكابتن الشناوي واضح، وقال لك الفار يا جماعه احنا بنتكلم في ان اور اوت. الخطا حصل جوه ولا بره؟ وبالمناسبه في تفرقه بين خطئين في الناحيه التحكيميه. لو المساله بتتكلم في الشد فالشد ممكن لو بدا من بره ودخل جوه استمرار الشد يتحسب على اللي جوه، لكن العرقله او الاعاقه لو حصلت بره والسقوط جوه يبقى مكان الخطا نفسه مش مكان السقوط. وده كلام الف باء تحكيم، واللي اتكلم ده خبير تحكيم دولي مش احنا برضه. لكن لو عايز تتكلم على سبيل بقى التوقيع بين الاهلي والاتحاد وجماهير الاتحاد والاهلي خد الحاجه اللي مش من حقه واللي انتوا اللي كانوا المفروض تصعدوا،